السلام عليكم. اليد اللينة تقود الفيل بشعرة، هكذا يقول المثل الفارسي. ربما شكل هذا المثل قاعدة في بناء استراتيجية قوة إيرانية ناعمة، يقول مراقبون إنها غزت كل ركن وزاوية من بلاد العرب. إذا كانت القوة الناعمة هي القدرة على صوغ خيارات الآخرين وتحقيق مبتغاك عبر الجاذبية والسحر من دون الإكراه، فما تلك الجاذبية وما ذاك السحر الذي مارسته إيران حتى صار لخطابها السياسي أنصار حتى في مركز القرار السياسي في بعض الدول العربية؟ ثمة من يرى أن طهران تجاوزت مرحلة المراهقة الثورية ودخلت في طور النضج السياسي، فانتقل مشروعها من تصدير الثورة إلى محيطها إلى تصديره الدولة. أكبر أسواق هذا المنتج الإيراني، أو هكذا أرادت طهران أن يكون، هو الساحة العربية التي تلقفت جماهيرها عبر عقود ثلاثة شعارات إيران بصدور واسعة وقلوب مفتوحة. فجاء رجع الصدى العربي الشعبي للصوت الإيراني مدوياً، منجز إيراني تحقق عبر استراتيجية قوة ناعمة بحاملين ثقافي وإعلامي. لكن كيف نجحت القوة الناعمة الإيرانية في التغلغل داخل مدن العرب وأزقتهم؟ وهل ما زالت هذه القوة في ذروتها أم بدأت في الانحسار مع اندلاع الثورة في بعض البلدان العربية؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين. منذ ثورة الخميني وإيران لا توفر جهدا في السعي نحو تمدد نفوذها في محيطها الجغرافي والإقليمي، مستخدمة في ذلك السعي قوتها الصلبة تارة وقوتها الناعمة تارة أخرى. فإيران تمتلك ترسانة من مظاهر وأدوات القوة الناعمة التي حققت لها الكثير خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وإذا كانت الثقافة والسياسة الخارجية هي أبرز مظاهر القوة الناعمة لأي دولة، فإن إيران تمتلك كثيرا من هذه المظاهر في محيطها العربي. فالتشيع المذهبي يعد المظهر الثقافي الأبرز في مخططات التوسع الإيرانية، كما أنه كان مقدمة للتمدد الإعلامي وسط المجتمعات العربية. فالفضاء العربي يزدحم بعشرات الفضائيات الإيرانية أو تلك التي تمثل جماعات وأحزابا موالية لنظام طهران، ناهيك عن الإنتاج الفني والدراما الإيرانية بل وقنوات الأطفال التي تبث باللغة العربية. أما عن السياسة الخارجية، فحكام طهران عملوا ضمن استراتيجية ثلاثية تتضمن إيصال التشيع إلى قصور الحكم في المنطقة العربية، ما يعني نفوذا إيرانيا متزايدا. كذلك فإن تبني إيران خطابا معاديا للولايات المتحدة والغرب من شأنه أن يكون رأيا عاما عربيا متعاطفا مع طهران التي تبدو بمظهر المواجهة ضد الأطماع الأمريكية والغربية في المنطقة. وبالطبع لا ينسى حكام طهران استثمار قضية فلسطين كقضية مركزية تجمع كل المسلمين حولها، لتبدو إيران مدافعة عن القضية الأولى للأمة. لا دهشة إذن أن تسعى إيران إلى احتلال المرتبة الأولى في منطقة جنوب غربي آسيا اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا بحلول عام 2025 وفق وثيقة الاستراتيجية الإيرانية العشرينية المعلنة في عام 2005. غير أن تطورات الأحداث في المنطقة إثر ثورات الربيع العربي والتورط الإيراني في الحرب السورية ثم اليمنية ومن قبلها العراق، كل ذلك أفقد طهران كثيرا من تأثير قوتها الناعمة، فأفقدها كثيرا من التعاطف الشعبي السابق، بل أصبحت إيران في نظر الكثيرين عدوا إلى جانب الكيان الصهيوني. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ عمرو عادل الكاتب الصحفي، والسيدة عائدة بن عمر الكاتبة والناشطة السياسية، وعبر سكايب من عمان أسامة شحادة الباحث في شؤون الفرق والجماعات الإسلامية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت معك أستاذ عمرو، يعني ربما القوة الناعمة مصطلح يمثل كتلة صلبة مسمطة بحاجة إلى نوع من الإذابة أو التفكيك، فما هي القوة الناعمة في الحالة الإيرانية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان محتاجين نقول الاول هي القوى الناعمه بشكل عام. يعني القوى الناعمه هي مجموعه من الادوات اللي بتعمل حاله من الجذب لمجموعه من الافكار والقيم والمفاهيم بدون استخدام القوه المسلحه. الادوات القوه الناعمه دي الاعلام والثقافه وترسيخ الافكار والايديولوجي
كل دي أدوات بتحاول بيها النظم إنها تفرض سيطرتها على المجتمعات المحيطة حتى على مجتمعها باستخدام الأدوات دي. فبالتالي هي بتبقى طبعا ده مش ما بيجيش من فراغ، ده يجي بشغل كتير جدا من النظام اللي عايز يرسخ مجموعة من الأفكار. يعني كانت مصر في فترة من الأوقات واحدة من مراكز القوى الناعمة في المنطقة العربية ويمكن الإسلامية كلها، كانت الجزائر نفس الكلام، انحصر الكلام ده وبقت يعني في قوة تانية موجودة. طبعا إيران واحدة من القوى الكبيرة أعتقد اللي في المنطقة من ناحية عدد السكان والمساحة والثروة، فبالتالي هي عندها من الإمكانات والأدوات وعندها من المشروع والفكرة الأيديولوجية الكاملة إنها تنتج مجموعة، وعندها إرادة كمان، كان ده مرتبط بالإرادة، إرادة إنها تنتج مجموعة من القيم والأفكار والمعتقدات والأيديولوجيات اللي تنشرها في المجتمع اللي حواليها، وبتستخدم كل الأدوات المتاحة. الإعلام أحد الأدوات القوية جدا، واستخدام أيضا القوة السياسية، فكرة التفاوض والمناورة السياسية وغيرها لفرض وجودها على المجتمع. فالقوة الناعمة أحد الأدوات الرئيسية للسيطرة من مجتمع على المحيط والفراغ المحيط به، وإيران بتقوم بهذا الدور بشكل جيد جدا على مدى يمكن من بداية الثورة الإيرانية. يعني هل هذه القوى الناعمة الإيرانية بدأت مع الثورة الإيرانية أم أتت في مرحلة لاحقة بعد استتباب الدولة؟ هو أي ثورة، الثورات عموما الكبرى بالطبيعية لازم تكون مؤدلجة، وبالتالي بالتبعية أيضا لازم فكرة تصدير الثورة تكون موجودة، ولا يمكن تصدير الثورة إلا بأدوات القوى الناعمة والخشن. لكن طبعا في بداية الثورة الهدف الرئيسي هو نشر الفكرة، فبالتالي القوى الناعمة هي المحرك الأساسي اللي بينشأ مع الثورة. ده حصل مع البلشفية يمكن حتى قبل الثورة، وحصل مع الثورة الفرنسية، فكرة الأفكار اللي بتتحرك في كل المساحات بحيث أنها تهيمن على المحيط الإقليمي ويمكن حتى أكبر من كده. وسنأتي على الحديث عن هذا بشيء من التفصيل فيما يتعلق بالحالة الإيرانية. سيدة عائدة، يعني كيف بلورت طهران قوتها الناعمة وما وسائلها في ذلك؟ المشروع الإيراني هو مشروع يستند إلى دولة، والدولة لديها سلطة، والسلطة تستند إلى ثلاثة عوامل قوية، هي الإعلام والسياسة والمال. بالمال الإيراني اشترت إيران أحزاب وجمعيات ومنظمات ووسائل إعلام، يعني من المحيط من الخليج، نعكس الأمر، من الخليج إلى المحيط. يعني نجد مثلا في تونس لديها أحزاب يعني عديدة وعديدة، لديها منظمات، هناك صحف، يعني صحف تتكلم بلسان التشيع الصفوي إلى جانب صحف أخرى موالية عقائديا أو موالية سياسيا للمشروع الإيراني. نحن كعرب ليس لدينا إشكال مع عقيدة التشيع، لكن نحن إشكال، لكن بعيدا ربما عن التشيع والخطاب الديني للنظام في إيران، لكن معالم هذه القوة الناعمة الإيرانية كيف تبلورت هذه المعالم وكيف ظهرت واقعا عمليا في المنطقة العربية؟ هي تبلورت يعني بعوامل داخلية وعوامل خارجية. العامل الخارجي، أنا أقول لك قوى الاستعمار الخارجية، دول المركز، يعني مثلا في منطقة المغرب العربي أو المناطق المستعمرة فرنسا السابقة، نجد أن فرنسا المستعمر القديم الآن يدعم توسع مشروع التشيع في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه ربما النسيج الاجتماعي لهذه المنطقة هو نسيج متجانس، فأرادت هذه القوة، ربما نعطيك مثالا، أنها تضعف هذا النسيج الاجتماعي. كيف تم إضعافه؟ بحملة التنصير. هذه حملة التنصير هي فشلت فشل ذريع. إذن بماذا ستستبدله؟ ستستبدله بمشروع التشيع، خصوصا أنه يتغلف بغلاف إسلامي بحت، وهو في الحقيقة هو مشروع يعني توسعي، مشروع قومي. ولماذا أنا تحدث لك عن فرنسا؟ لأن فرنسا ربما هي الثورة الفرنسية أنتجت دولة قومية تتشابه مع الدولة الإيرانية، لأن الدولة الإيرانية في جوهرها هي دولة قومية تتمدد، يعني هي صبغتها صبغة تمددية، صبغة توسعية. العامل الداخلي، يعني نتحدث انه هذه يعني مده عقود وعقود، كان هناك دكتاتوريات، وكانت دول حاكمه الغت كل يعني الغت كل نقول احنا الحياه الثقافيه اللي هي مستنده لاصاله هذه الشعوب. يعني قدمت علينا ما يسمى بالثقافه الدوله القوميه في مصر،
النظم القومية في المشرق ونظم الاستبداد والدكتاتورية والعلمانية في المغرب العربي. العلمانية التي عشتها أنا في تونس واللي هي كانت سليلة نظم استعمار استعمارية بحتة، العلمانية هذه هي كانت أوجدت أرضية، يعني نقول احنا أرضية سهلة لامتداد التشيع. لماذا؟ لأنه هناك يعني هناك ابتعاد نوعا ما وتسطيح في يعني تسطيح لدى الشعب في يعني احنا نقول في لكن سيدة عايدة، يعني ثمة خريطة للقوة الإيرانية الناعمة منتشرة في العالم العربي. دعيني أذهب إلى عمان مع الأستاذ أسامة شحادة. يعني أنا قرأت لك قبل عامين دراسة حقيقة معمقة ووافية بشأن القوة الناعمة الإيرانية في المنطقة العربية. لو توضح لنا أستاذ أسامة ما شكل هذه الخريطة الإيرانية من حيث القوة الناعمة، وما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه في نهاية المطاف؟ يعني القوة الناعمة الإيرانية تشكلت عبر مسيرة الثورة وتتجسد الآن أول شيء في الجانب الإعلامي عبر المحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية. إيران الآن يعني تمتلك شبكة ضخمة جدا من الفضائيات ومن المحطات بحوالي 40 لغة في العالم، هذه كلها تبث رسالة ودعاية نظام الملالي وتزويرهم وخداعهم، ويتم توظيف في شبكة الإعلام هذه الضخمة جدا اللي هو التراث الشيعي التقليدي اللي هو التقية، إظهار خلاف ما تبطن، ولذلك يعني تتزاوج التراث بالمعاصرة في هذا الجانب. أيضا من ملامح القوى الناعمة إيران في المنطقة الاعتماد على التيارات والأحزاب السياسية، سواء كانت جماعات إسلامية، طرق صوفية، حركات إسلامية سياسية متعددة الأشكال، إخوان المسلمين، حماس، الجماعة الإسلامية في باكستان إلى غيرها، التي تشارك دوريا في مؤتمر الصحوة الإسلامية اللي عقدته إيران إبان الثورات العربية، أو الأحزاب العلمانية. الآن نجد يعني أكبر حلفاء إيران في المنطقة هم الناصريين، اليساريين، العلمانيين، حزب البعث السوري، القوميين السوريين وأمثال هؤلاء، هم أيضا جزء ضخم جدا من داعمين ومؤيدين وقوى إيران في المنطقة. أيضا عندنا اختراق إيران للقوى المستقلة، سواء كانوا أحزاب، عفوا نواب، إعلاميين، مفكرين، ساسة. تجد أن إيران من خلال توظيف سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في العديد من دول العالم تقوم باستقطاب هؤلاء المستقلين من خلال إغراءهم بزيارات إلى طهران أو المشاركة في مؤتمرات أو يعني رعاية بعض أنشطتهم في بلدانهم من أجل كسب مواقفهم وآرائهم تجاه مناصرة الأجندة الإيرانية في المنطقة. هذه الثلاث عناصر الأساسية تشكل رافد القوة الإيرانية. أيضا عندنا قضية الابتعاث للدراسة في طهران. طهران تستقبل آلاف الطلبة من مختلف جنسيات العالم للدراسة في يعني ممكنها سواء يعني كانوا في الدراسات الدينية في الحوزات وجامعات الدينية أو في الجامعات التكنوقراطية إلى آخره، فيتم توظيف هؤلاء الآلاف من الطلبة ليصبحوا يعني أدوات لتنفيذ الأجندة الإيرانية في بلدانهم حين العودة. ولذلك نجد كثير من هؤلاء الطلبة بعد 10 سنوات 15 سنة يصبح رئيس جمعية، رئيس حزب، رئيس تيار، نائب، ومنها رئيس جزر القمر السابق. يعني هو قيل إنه درس في الحوزة العلمية في طهران. نعم، عبد الله سامبي تم استقطابه يعني تدريسه في الحوزة ثم رعايته حتى وصل إلى منصب رئيس الجمهورية في جزر القمر. يعني هذا هو يعني مثال لطول النفس والبصيرة الواضحة تجاه القوة الناعمة وتوظيف هذه الأشياء. وأيضا كما تفضل ضيفكم الكريم الأستاذ عمرو، قضية أنه هذا يحتاج تخطيط ويحتاج أدوات ويحتاج مؤسسات ويحتاج ميزانيات ويحتاج خطة طويلة المدى ومتابعة. هذا أريد أن يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل أستاذ عمرو، يعني تحدث أسامة بكلام مهم يعني وذكر عن قدم لنا نظرة موجزة عن خريطة القوى الناعمة الإيرانية في المنطقة العربية. السؤال ربما هذا الذي هو يعقب هذا الكلام، ما مدى النجاح الذي أصابته طهران في تمرير خطابها السياسي إلى قلب العالم العربي؟ هو الحقيقة المشكلة الرئيسية في عندنا في العالم العربي ليه؟ لأنه حصل من فراغ،
فراغ في مجال السياسة ومجال القوة المجتمع، الفراغ ده لابد أن يملأ. إحنا مش عارفين نملأه، فبالتالي الطبيعي أن القوة الدولية والإقليمية تحاول تملأ هذا الفراغ. وعلى فكرة ده وضع طبيعي، يعني إحنا لو كنا في وضع أقوى وإيران في وضع أضعف كان حصل نفس الكلام. فدي من طبائع التعامل في بين القوى السياسية. يعني نجحت إيران في تمرير خطابها السياسي؟ نعم، لأن إحنا عندنا نجحت بنسبة كبيرة طبعا. ربما نناقش هذا لماذا نجحت، لكن إلى أي مدى نجحت هذا السؤال؟ هو تعال نشوف الخريطة دلوقتي. عندنا في اليمن قوة مركزية ربما لإيران، وفي سوريا نحن لا يعني نتفق تماما على حجم الإجرام اللي قامت به الدولة الإيرانية في حق العراق وسوريا تحديدا، يعني حجم الجرائم اللي اتعمل. لكن في النهاية احنا بنشوف الموضوع بشكل كلي. إيران فيها اليمن وعمان وسوريا والعراق ولبنان، وفي جزء في مصر، وأيضا في المغرب العربي، وفي موريتانيا، وفي السودان، وفي أفريقيا، وأيضا في الشرق. لكنها جزر قليلة صغيرة قوة ضعيفة، يعني تختلف، يعني في بعض النقاط في قوة مركزية ثقيلة زي لبنان مثلا على سبيل المثال والعراق، وفي قوة بتنشأ وبتبنى، ولكن الكلام ده في استمرارية وإصرار عليه، وكأن في رغبة في أن الفكر الإيراني السياسي يمتد ويعني كل دور مؤثر في كل هذه المنطقة. ماذا هذا يعني هذا الوجود الإيراني في المغرب العربي وفي مصر ولبنان إلى آخره، ماذا حقق لها على مستوى سيرورة المشروع الإيراني؟ لا قارن بين من 10-20 سنة، أصل المشروع ده طويلة جدا، طويلة الأمد، يعني دي دول بتقوم بها لصالح أجيال قادمة. فأنت من 20 سنة كان في إيه الوضع الإيراني في المنطقة، والآن إيه الوضع الإيراني في المنطقة؟ في تطور كبير جدا، ومع غياب أي قوة مركزية مجتمعية داخل المجتمع وانهيار القوة الناعمة للمشروع العربي يعني أو المشروع السني، أنا بحبش حاجة استخدم المصطلحات الطائفية، لكن في مشروع غائب في هذه المنطقة، فبالتالي بيزداد مع الوقت قدرة المشاريع الأخرى سواء كان مشروع الصهيوني أو المشروع الإيراني، وأنا بفرق بينهم، يعني ده مشروع معادي تماما، ده مشروع منافس إقليمي، وده وضع طبيعي ومنطقي مع التاريخ الطويل للعرب والفرس أو الإيرانيين في هذا المجال. يعني نريد أن نبحث ربما بعد الفاصل عن الوسائل والآليات التي تبعتها إيران في تمرير خطابها السياسي عبر قوتها الناعمة، لنا عودة بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن القوة الناعمة الإيرانية والعرب. سيدة عائدة، كيف تمكنت طهران من تحقيق هذا التأثير الذي تحدث عنه ضيفانا في عمان وهنا في الاستوديو الأستاذ عمر، كيف تمكنت من تحقيق هذا التأثير؟ ما هي الوسائل والعوامل التي ساعدتها في تمرير خطابها السياسي من خلال قوتها الناعمة؟ بداية سأقول لك أن إيران استطاعت اختراق النخب السياسية، لكنها لم تستطع اختراق النسيج المجتمعي. مثلا في منطقة المغرب العربي، فرنسا عملت على إلغاء دور جمع الزيتونة الذي كان له التأثير الكبير جدا على حركة المقاومة وحركة الجهاد ضد فرنسا، ورغم أن فرنسا اليوم، وأنا أقولها وأكرر وأشدد، أن فرنسا هي من تعمل على تشييع منطقة المغرب العربي ومستعمراتها القديمة بما فيها كما ذكرت جزر القمر. كيف ما دخل فرنسا في تشييع تلك المنطقة؟ فرنسا لماذا؟ أن فرنسا في عهد الاستعمار كانت تعتمد على الصوفية القبورية، هذه الصوفية المنحرفة. ثم بعد فترة الاستعمار غير المباشر، هذا بوجود الأنظمة الوظيفية، اليوم ارتأت أن تستعمل الحركات التشيعية. لماذا؟ لأنها تتغلف بغلاف إسلامي، وأن طبيعة المنطقة مهما مرر عليها من حركات تغريب وحركة فرنسا لم تنجح ولم تركع الشعوب في الخروج من هويتها. إذن ما المدخل؟ المدخل هو حركة، يعني حركة بغلاف إسلامي، أما هي تستبطن أهداف أخرى، هي أهداف استعمارية وأهداف تخريبية. لكن إيران، يعني أريد الحديث عن إيران أكثر من فرنسا. إيران كيف نجحت في تمرير خطابها السياسي؟ الأسباب التي ساعدتها على ذلك؟ الأسباب التي ساعدتها أن إيران استطاعت اختراق أحزاب سياسية مؤثرة في المشهد السياسي،
واستطاعت شراء منظمات واستطاعت يعني حتى نقابات مؤثرة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحصل هو من الربيعي الحوار في تونس الذي تحصل جائزة نوبل للسلام. هذا مؤسسة مهمة في تونس، كيف يعني ما مظاهر التأثير الإيراني على هذه المؤسسة؟ أصلا هي أصبحت مؤسسة شبه إيرانية. كيف؟ شبه إيرانية ليس على مستوى العقدي، على المستوى السياسي، لأنه عند أريد أن أقول لك أن التشيع السياسي هو أخطر بكثير يعني من التشيع العقدي. هو الرئيس العام لمؤسسة الشغل التونسية هو يعني حليف لإيران، يعني كيف وصلت إيران إلى هذا المستوى؟ المستوى النقابات خصوصا نقابة التعليم الثانوي والنقابات التعليمية هل لديك أمثلة على ما تقولين مثلا يعني كيف تبلور أو ظهر لك التأثير الإيراني في مؤسسة الشغل التونسية وفي الوفود الرسمية من الاتحاد التونسي للشغل الذي رايحة جاية لدمشق كأنه خط سياحة ايضا بيانات التي نزلها لسعد اليعقوبي. طب ما دخل دمشق في طهران هنا في هذه الجزئيه؟ دمشق الان هي محميه ايرانيه. القرار السوري هو قرار بيد طهران وبيد المحتل الثاني المحتل الروسي. يعني انا اقول لك خط مفتوح، خط سياحي من تونس الى دمشق، وايضا اعضاء في مجلس النواب التونسي منهم حزب الجبهه الشعبيه اللي هو اكبر تكتل في المعارضه الموجود حاليا، هو موالي تماما خط ايراني يعني تماما 100%. ايضا في تونس تخرج مسيرات مؤيدة لبشار أسد، وتونس هي يعني بلد الربيع العربي، يعني من تونس هو انطلق الربيع العربي، ومن تونس تخرج مسيرات مؤيدة لبشار الأسد. العوامل هي عديدة، أنا قلت لك دائما نركز على العامل الخارجي والعامل الداخلي. يعني المال كان له السحر في شراء ولاءات عديدة وعديدة، يعني أنا سأقول لك بدون أن أبالغ، يعني 60-70% إلى 80% من الإعلاميين العرب أو الإعلاميين العرب والإعلاميين في المغرب العربي كلهم أواق لإيران، كلهم. وأرجو أن لا أكون منهم. نعم، هذا سنتحدث بشيء من التفصيل عنه، لكن دعيني أذهب إلى عمان. أستاذ أسامة، ما الخطاب أو الفكرة الأساسية التي ركزت عليها إيران في خطابها أو في قوتها الناعمة لتمرير رسائلها؟ هل كان خطابا مثلا ثقافيا، فكريا، سياسيا، دينيا؟ ما هو الخطاب، الفكرة الأساسية التي اتبعتها في قوتها الناعمة، وما المدى الزمني الذي احتاجته للوصول إلى هذا المستوى من التأثير؟ إيران اعتمدت على يعني خطاب مزدوج سياسي ديني في قضية اللي هو محاربة الشيطان الأكبر وإسرائيل والجهاد وتحرير فلسطين والأقصى، فمزجت بين خطاب سياسي وخطاب ديني وركزت فيه على قضية محاربة اليهود وأمريكا. هذا الخطاب في البداية استقطب الكثير من الحركات الإسلامية والعواطف الإسلامية في مختلف دول العالم، وتخطى قضية أن هؤلاء شيعة أو هؤلاء عندهم أجندة خفية، هناك عقيدة تقية، هناك سب للصحابة. ثم لما انفتحوا على مناطق أخرى في العالم مثل أمريكا اللاتينية وبعض الدول، بدأوا يركزوا الآن على خطاب الممانعة لقوى الهيمنة العالمية الإمبريالية، فطوروا خطابهم قليلا. وهذا الخطاب، خطاب الممانعة والمقاومة، هو الذي لا يزال رائج ولا يزال يعني يستخدمونه ويوظفونه ليل نهار ويستقطبون به الجماهير. لا شك زي ما ذكرت ضيفتكم الدكتورة الكريمة أن الجماهير قد يكون أصبح عندها نوع من ردة الفعل تجاه الإجرام الإيراني المكشوف، لكن لا يزال هذا الخطاب، خطاب المقاومة والممانعة، يستقطب النخب العربية العلمانية والإسلامية لمصالح يعني حزبية وانتهازية من جهة، ويستقطب أيضا اللي هو مثل الأحزاب العلمانية في السلطة أو في المعارضة من أجل يعني الالتقاء على هذه المشتركات، وأيضا يفتح لهم خطوط في التحالف مع قوى في أمريكا اللاتينية ومثل روسيا ومثل هذه الدول والصين وكوريا، في قضية أننا نحن كلنا جميعا في محور واحد مقابل الهيمنة الأمريكية والإمبريالية والأطماع لحزب الناتو إلى آخره. هذا هو الخطاب الذي لا تزال إيران تفعله وتصرف عليه حقيقة الكثير من الميزانية،
وتقدم سواء بشكل مباشر او بشعارات او باناشيد. يعني اسامه كيف نجحت طهران، كيف نجحت طهران في بناء علاقه حميميه او قويه مع احزاب علمانيه مثلا الناصريه او القوميين السوريين في بلاد الشام تحديدا في لبنان؟ يعني ما هي الطريقه، ما هي القناه، ما هي الوسيله التي بنت من خلالها هذه العلاقه؟ الوسيله القضيه انتهازيه من الطرفين. ايران يعني تخلت عن كثير من شعاراتها في قضيه انه هي يعني على خط آل البيت وهي الإسلام الصحيح، فتغاضت عن هذا كله وقبلت بالعلمانية والكفر والشيوعيين والملاحدة، وأيضا كان معها الجزر اللي هو المال. بالمقابل الأحزاب العلمانية واليسارية والملحدة يعني فهمت انتهازية إيران وأن هؤلاء مشروع سياسي وليس مشروع ديني، وأن القضية قضية تقاطع مصالح، فحصل هذا الالتقاء على أجندة عمل. الأجندة الإيرانية في كل الدول العربية لا تتصادم مع الأجندة العلمانية أو الشيوعية أو اليسارية، لا يوجد أي تصادم. يعني انظر أنت للأحزاب الشيعية في كل المنطقة العربية، سواء في لبنان، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، في البحرين، في هذه الدول، حتى الآن حديثا في المغرب مثلا، الأحزاب السياسية الشيعية المرتبطة بالملالي طهران أجندتها لا تتصادم مع أي حزب علماني في أي مسألة. يعني لا في قضايا مواثيق مثلا، عفوا، قوانين الأحوال الشخصية، لا في قضية مثلا التدين في المجتمع بشكل عام، لا في القضايا السياسية تجاه سوريا أو لبنان أو اليمن. فإذا هناك تطابق وهناك انتهازية من الطرفين ألجأتهم لبعض. ثم الإيران تمتاز بقضية أنه هي عندها مشروع واضح تريد يعني الهيمنة على العالم العربي والإسلامي تحديدا، ثم عندها مطبخ قرار واحد، وعندها خطة واحدة، وعندها إمكانيات دولة تصرف في هذا المجال على حساب الشعب الإيراني الذي خرج في مظاهرات كما رأينا. هذه يعني التوليفة من الأدوات والأهداف هي التي مكنت إيران من الهيمنة والوصول إلى هؤلاء الأحزاب العلمانية واليسارية في العالم العربي. نعم عمر، يعني أنت قلت بأن الخطاب الإيراني عبر القوة الناعمة الإيرانية مر إلى قلب العالم العربي لأن العالم العربي كان فارغا. نعم. أريد أن توضح لي هذه المسألة، لأن حقيقة مسألة مهمة. يعني كيف بدأ لك أن الشارع العربي مهيأ لامتصاص الخطاب الإيراني؟ هو أصل المجتمعات بتبنى ثقافتها وبتبنى أفكارها من خلال يا إما المجتمع بمؤسساته يا إما الدولة. نعم. الحقيقة إن الاثنين، أولا الدولة لا تقوم بهذا الدور، وثانيا الدولة بتكسر المؤسسات اللي في المجتمع اللي بتبني ثقافة داخله، بتديله هوية، فبقى مجتمع خالي من الهوية، مش عارف هو رايح فين. يعني شوية ناخد على اليسار وعلى اليمين، مجتمع إسلامي هو في روحه إسلامي لكن الأفكار بقت مشوشة، فالأفكار المشوشة بتعمل حالة سيولة، ففي سهولة في استقبال أي فكرة تانية. يعني في حائط صد عندك من مجموعة من الأفكار والقيم والمفاهيم أنت بتكسرها بنفسك، سواء الدولة بتكسر الكلام ده أو المجتمع نفسه ما بقاش عنده القوة المركزية المتوزعة اللي فيه اللي بتبني أفكار الناس. لو اختصرنا الحديث في قضية كيف كسرت الدولة في الدول العربية هذه منظومة الأفكار وحائط الصد هذا، هي اعتبرت نفسها الدولة القومية المستبدة، بتعتبر نفسها صاحب الإله بديلا عن الإله، فبالتالي هي اللي بتفرض الأفكار وبتفرض القيم، وأفكارها وقيمها متعارضة مع أفكار المجتمع، فبيحصل صدام. ولأن الدولة قوية بتكسر الأفكار دي، ما بتخليهاش، وبتكسر كل اللي بيدافع عنها بحيث ان هي تبقى صاحبه القوه وصاحبه الفكر الوحيد. زي ما السيسي في مصر قال في مصر ما تسمعوش الكلام، انا اللي بمثل المصريين، ما تسمعوش كلام حد. هي دي الفكره. لكن الدول القوميه هذه يعني استطاعت منع ايران من التغلغل اليها ولم تدخل في مرحله معينه في مرحله معينه، لكن الدول القوميه المستبده لا يمكنها البقاء، هي بتقع مع الوقت لانها بتحاول تكتسب في نوع من التوازن بين الدوله والمجتمع. الدوله القوميه بتحاول تكسر التوازن ده، تسحب كل ادوات القوه عليها. في الفترة الأولى بيبقى فيه قدر من القوة، لكن بعد شوية بتنهار، بتقدرش تكمل، لكن مفيش حائط صد وراها. لكن أستاذ عمر، من باب تجريد الفكرة أكثر، يعني إيران لديها حضور في دول ديمقراطية، أتحدث عن أوروبا، أتحدث عن أمريكا، يعني هناك لا يوجد استبداد ودولة قومية مستبدة. تواجد داخل النظام، لا يمكن التواجد لمثلا إيه مثلا كلوبي يؤثر في صناعة القرار، لكن مش للسيطرة على المجتمع، مش لاختراقه للدرجة اللي حصلت مثلا في بعض الدول العربية. وعندي ملحوظة، يعني ان فكرة ايران لا تريد لهذه المنطقة ان يكون لها مشروع جامع، لان فرق القوى الكبير في صالحها، لا تريد ان يقل فرق القوى، عشان كده بتدعم الاحزاب الضعيفة اللي ملهاش تواجد في الشارع، علشان تمنع بشكل ما ان القوة الحقيقية المركزية
اللي موجودة في الشارع اللي ممكن تنهض بمشروع فعلا جامع لكل المنطقة ما يحصلش. فبالتالي هي دايما هتبقى ضد المشروع الجامع الوحيد اللي ممكن يكون داخل هذه المنطقة، هو المشروع السني إن صح التعبير، يعني مشروع العرب السني، وتدعم المشاريع المضادة له اللي هي ضد الشارع وملهاش أي شعبية في الشارع. نعم عايدة، يعني لا شك أن إيران استطاعت أن تكون حضورا في الغرب، في أمريكا، في لندن إلى آخره. هل يمكن القول أن النجاح الذي أحرزته إيران في خارج منظومة الدول العربية مساو أو مشابه لما أحرزته من نجاح في الدول العربية؟ هو إلى حد ما، يعني ليس بالحد الكبير، لأن الدول الديمقراطية إثر مشاهد القتل والبشاعة القتل هذا، المشاهد الدموية والتعذيب في السجون السورية، بدأ يتحرك المجتمع المدني داخل أوروبا رافضا للسياسة الإيرانية، وبدأ حتى في مسيرات ضغط. نحن لا نخفى أن هناك حقيقة وجود لوبي إيراني موجود حتى في الجاليات المسلمة داخل أوروبا. يعني عديد أصدقائي الباحثين والإعلاميين حدثوني عن حدوث، يعني عن خطورة هذا التواجد. هناك حسينيات الآن في هولندا، حسينيات في فرنسا، أيضا هناك مجموعة أنا أسميهم من المرتزقة. لكن هذه الحسينيات والمراكز العلمية الإيرانية هي مخصصة للشيعة الموجودون في لا أوروبا. لا، الحضور المسلم، الحضور الإسلامي في أوروبا هو تاريخيا كان مربوط بجنوب البحر الأبيض المتوسط، وكان مربوط أساسا بالزيتونة. الزيتونة كان لها تأثير في جنوب أوروبا. إلغاء الزيتونة وإلغاء دورها في منطقة المغرب العربي وفي إفريقيا وحتى في جنوب أوروبا أفرز موجات داخل أوروبا. هناك الموجة الجهادية ثم أعقبتها كردة فعل على الموجة الجهادية التي أغرقت بالدم، ويعني وربما دخلت في الإرهاب وما الإرهاب، ويعني الموضوع الإرهابي. إذن بدأ نعوض هذه الحالة بمشروع الشيعة، لأنه إيران حاولت أن تقدم نفسها كبديل للإسلام. يعني اعتبرت الإسلام السني هو إسلام دموي، هو إسلام ضد الإنسانية، هو إسلام متوحش، وإيران تقدم للغرب نوعية من الإسلام. يعني أفهم من كلامك أن إيران استفادت من أجواء الحرية والقدرة على امتلاك الوسائل في الغرب، وكونت من خلالها قوة ناعمة خاطبت بها الرأي العام الغربي مثلا. هل فعلت هذا إيران؟ طبعا، وعبر المال وعبر تجار عراقيين وتجار لبنانيين وحتى عبر الدبلوماسية. يعني الدبلوماسية الإيرانية مثلما اشتغلت يعني داخل البلدان العربية، هذه البعثات الدبلوماسية هي كانت تشتغل بعثات دبلوماسية وتحت الطاولة كانت تشتغل في حركة، يعني يسمى حركة تشيع، حركة تبشير بالمذهب الصفوي الإيراني. أيضا في أوروبا اشتغلت بنفس الشيء، يعني عبر التجارة وعبر شبكات اقتصادية وشبكات مالية وعبر حتى مافيات سلاح. لها، أنا قلت لك لها تأثير، لكن ليس بالتأثير القوي جدا. المشكل أننا نحن العرب السنة لا نملك مشروع. ثانيا أخ جهاد، ما ألاحظه أن إيران هي استعملت السياسة لخدمة المذهب، خدمة مشروعها. نحن في الدول العربية الحكام يستعملون الدين أو الدين لخدمة السياسة. نعم، ربما نخصص لهذا الحديث موضوع وحلقة أخرى. ينبغي أن أذهب إلى فاصل، لكن نحن الآن أمام تطور جديد وهو اندلاع الثورات في عدد من البلدان العربية، تداعيات هذه الثورات على القوة الناعمة الإيرانية. بعد الفاصل، فاصل أخير، ونعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، الذي نبحث فيه تداعيات ثورات الربيع العربي على القوة الإيرانية الناعمة في عمان. أسامة، مثلت الثورة السورية ولا شك تحديا حقيقيا لنفوذ إيران في المنطقة. ما الأثر الذي تركه التطور السياسي والميداني في سوريا على استراتيجية القوة الناعمة الإيرانية في المنطقة العربية؟ لا شك أن الثورة السورية كان لها فضل كبير جدا
في كشف حقيقة إجرام ودموية وتوحش وعدوانية هذا النظام تجاه أهل البلاد العربية والإسلامية، وأن القضية يعني قضية عميقة الجذور، وأنه يمتلك مشروع استئصالي عدواني تجاه كل الناس في هذه المنطقة، وأنهم يعيدون تجربة الصفويين، يعني إما إن لم تتحول إلى شيعي معنا منضوي لنا فليس أمامك إلا القتل أو الدمار أو التهجير بأبشع الصور والأشكال. هذا الثورة السورية كشفت هذا الوجه القبيح، وللأسف أنه هذا الكشف كان يعني من خلال بذل مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الدماء من الأبرياء الأطفال والنساء والرجال، أيضا يعني باعتقال وتشريد الملايين باغتصاب الحرائر إلى آخره. فالثورة السورية كشفت هذا الوجه الزائف للنظام الملالي ومشروعهم عند الجماهير، لكن للأسف الوعي الجماهيري هذا وعي مؤقت إذا لم يتم دعمه وإسناده من خلال توعية مستمرة توازي القوة الإيرانية الناعمة في التضليل من خلال المنابر الكثيرة جدا. هذا الوعي لن يستمر طويلا. نحن رأينا كيف أن حركة حماس نأت بنفسها عن سوريا في بداية الأزمة، لكن للأسف عادت حماس تتعاون الآن يعني مع إيران يعني نعم من خلال تسوية نعم تنحية ربما الثورة نعم السورية عن أجدتها. نعم يعني واضح ربما، لكن ربما حماس وضعت في هذا يعني في هذه الزاوية، وضعت عربيا وفعلت ذلك ربما مضطرة مكرهة ليست أنا الآن لا ألوم حماس، أنا أتكلم عن قضية تفضل أتكلم بس عن قضية اللي هو إمكانية عودة تزييف الوعي العربي، إنه الوعي اللي حصل من خلال الثورة السورية يمكن للإيرانيين أن يزيفوه مرة أخرى من خلال وسائلهم في الإعلام الضخمة جدا، ومن خلال يعني إعادة تدوير زوايا حادة مع جهات حزبية وإسلامية وسياسية وعلمائية، مما يعني ينهي أثر الإيجابي للثورة السورية في كشف المخطط الإيراني والقوة الناعمة الزائفة. نعم سأعود إليك أسامة، لكن أنا أذهب إليك يعني في سوريا والعراق. حقيقة تحدث أسامة في عمان عن أن الثورة السورية، ولا شك أن أيضا الثورات العربية الأخرى، كشفت أو عرت القوة الناعمة والمشروع الإيراني في المنطقة، وبالتالي هذا ربما يكون أحد أسباب دفعها لاستخدام القوة الخشنة بشكل واضح في سوريا والعراق. السؤال هو، هل يمكن قراءة هذا الانتقال من القوة الناعمة إلى القوة الخشنة على أنه مؤشرا على اختلال القوة الإيرانية الناعمة، أم لك قراءة أخرى؟ هو الحقيقة المشروعات التوسعية المؤدلجة اللي عايزة تنشر أفكارها بتستخدم القوة الناعمة، لكن دي ليها سقف بالذات مع تطور الوضع في المنطقة العربية وخاصة في سوريا، لأن كانت هتخرج برا السيطرة، وسوريا مركز رئيسي من في كل المنطقة. الحقيقة أنا أعتقد بغداد دمشق القاهرة هو ده المحور الإمبراطوري لكل للعالم، يمكن ده محور في منتهى الأهمية. فبالتالي سقوط دمشق أو خروجها من السيطرة الإيرانية مشكلة، وإيران تدعم الأقليات دائما وتدعم الأقلية اللي بتحكم في سوريا، فبالتالي خروجها من المعادلة كان أزمة، فكان لازم تتدخل بالقوة الخشنة، وتدخلها بالقوة الخشنة دليل على أن مشروعها متجاوز فكرة الصراع العربي الصهيوني. لا، ده مشروعها يا كمان السيطرة على المنطقة، مش مجرد بس فكرة الصراع العربي الصهيوني، وده الخطر، ويمكن ده من أحد أكبر مشاهد أو لكن نتائج لكن الثورة السورية. لكن عمر، يعني ربما إيران تستطيع أن تستخدم القوة الناعمة لعقود، لكن لا تستطيع أن تفعل ذلك مع القوة الخشنة. نعم، لكن القوى الخشنة بتتدخل للحسم أحيانا، يعني عند اقتراب سقوط سوريا أو خروجها من السيطرة وانهيار نظام الأسد، فكان لازم تدخل بالقوى الخشنة لحماية الوضع الموجود، بعد كده بتنسحب وبتعيد بناء القوى الناعمة تاني، وده بياخد وقت طبعا وبياخد، بس في ضرورة، يعني هو لن يتدخل بالقوى الخشنة إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك، بيخرج وبعدين بيدخل بالقوة الناعمة تاني. فبالتالي احنا محتاجين نرفع الوعي العربي كما قال الأستاذ الفاضل، بس احنا محتاجين نرفع الوعي العربي على مستوى في عدو مركزي استراتيجي. قبل الحديث عن الوعي العربي، يعني خروج الثورة السورية عن سيطرة النظام منذ الأيام الأولى ورفع شعارات معادية للنظام ولخطابه السياسي الذي يمثله ممانعة عن طريق الخطاب الإيراني، ألا يعكس ذلك خلاف ما تفضلت به منذ قليل بأنه لم تستطع القوى الإيرانية الناعمة أن تفعل فعلها في الشعوب العربية؟
يعني ما هو في مستوى، ما هو لا ما احنا اتكلمنا على مستوى النخب ومستوى الشعوب قليل، الفكره كلها في اختراقات الاحزاب، اختراقات في الاعلام، اختراقات في المنظومه الفكريه للمجتمع، لكن لم تصل بدرجه عميقه للشارع بدليل الثورات العربيه واللي حصل في سوريا. لكن اصل المشكله حقيقه الاختراقات تقال على مراكز القوه، فمراكز القوه حصل فيها اختراقات رنائيه لكن لم يصل الى الشارع يعني. فبقول لحضرتك احنا عندنا مشروعين معاديين في المنطقة، لكن لازم نفرق بينهم. في المشروع الصهيوني ده المشروع الأخطر والأكثر قوة ولا لازم يجب استئصاله، أما المشروع الإيراني فهو مشروع معادي في مجال الجيوستراتيجي وبالتالي هو موجود ولن ينتهي، نتعامل معه بتقوية المجال العربي لصد المجال الإيراني سواء القوة الناعمة أو الخشنة، لكن في برضو محاولات للمشروعين يكونوا زي بعض واعتقد ده خطأ كبير يعني. عائدة في سوريا يعني كما قال ضيفانا ان انكشف القوة الناعمة الإيرانية وتراجعت تدخلت عسكريا بسوريا والعراق، وفي مصر الشارع المصري بغض النظر عن موقفه من نظام عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري لا يحظى الإيرانيون بشعبية في الشارع المصري، وكذلك في عدد من الدول العربية. السؤال هو هل انتهت القوة الناعمة الإيرانية في المنطقة العربية؟ القوة الناعمة لم تنتهي، لأنه هناك دائما أقول لك العامل تأثيرها، بمعنى انتهى تأثيرها، لا ما زال تأثيرها لكن ليس بال يعني نعم. بالمستوى الذي كان قبل الثورة السورية، لأنه بصراحة الثورة السورية هي كانت ثورة كشفت خطورة هذا المشروع وكشفت اخطبوطاته وعرت حقيقة هذا المحور، محور المقاومة ومحور مواجهة إسرائيل، لأنه نعم. كانت فلسطين هي الرافعة، رافعة نقول احنا رافعة سياسية ورافعة حتى ثقافية للاختراق النسيج الاجتماعي العربي والنسيج الثقافي. يعني حتى بصراحة البعض الذي يهتم بقضية التشيع يعني النخب العربية صارت ترتئب من أي يعني نقول لك يعني من أي شيء عنوانه فلسطين، لابد أن نتمحص جيدا حتى نعرف مدى ارتباط هذه التظاهرة أو هذه الجمعية بالمشروع الإيراني، لأن المشروع الإيراني اشتغل بقضية فلسطين وتحت القضية فلسطين القضية المركزية للعرب تحتها وتحت غطائها، هو يعني وجد له مسافة من التمدد داخل العالم العربي. معذرة سأعود لأختم معك ولكن بقي القليل من الوقت، أذهب إلى عمان ثم أعود إليك. أسامة في عمان من فضلك يعني بدقيقة أدركنا الوقت، يعني هل يمكن القول أن تأثير القوة الإيرانية الناعمة اضمحل وتلاشى في المنطقة العربية؟ لا أبدا، بالعكس القوة الإيرانية الناعمة ستشهد قوة إضافية قادمة بسبب غياب مشروع مقاوم من جهة وبسبب تفتت الصف العربي. يعني مثلا قناة الجزيرة كانت في القديما أحد أدوات القوة الناعمة الإيرانية، هي من رفعت حزب الله في المنطقة في 2004-2006، ثم في الربيع العربي والثورة السورية وقفت مع الثورة السورية ضد إيران وفضحت إيران، ثم بسبب الخلافات العربية رجعت الجزيرة للصف مع إيران من جديد. القوة الناعمة الإيرانية تعرضت لخلخلة، لكن للأسف عدم وجود مشروع عربي واحد موحد، عدم وجود صف متكافل، هذا سيعطي فرصة للقوة الإيرانية الناعمة أن تعود من جديد لتضرب بقوة. أشكرك عمر، يعني بدقيقة من فضلك، يعني هل يستلزم هذا الكلام لجوء إيران إلى تعديل وسائلها وتكتيكاتها في القوة الناعمة في مخاطبة الشارع العربي في المرحلة المقبلة بعد ثورة الربيع العربي؟ يعني أعتقد أنها مش تحتاج كده، لأن إحنا مع يعني مجال ضعيف تماما، فبالتالي هي مش شايفة مقاومة، فبتعمل اللي هي عايزاه، فبتعتمد على نفسها أدوات ربما بتغييرات بسيطة تكتيكية، لكن الخط الاستراتيجي واحد، هي محاولة لنشر الثقافة والفكرة واستخدام الوضع الحالي سواء فيما يتعلق بالكيان الصهيوني أو الخلافات الحادة العربية أو التفكك العربي بمعنى أدق لزيادة هيمنتها على المنطقة، وده الحقيقة دور يعني وضرورة الاستمرار في المسار الثوري داخل كل المجتمعات العربية لبناء مشروع عربي للمنطقة موحد قادر على صد الهجمات المتتالية من كل مكان، ليس فقط من إيران يعني، ولكن الغرب أيضا يريد السيطرة على المنطقة بشكل ما. من خلال قوتها الناعمة هل تتجه إيران إلى أن تتمدد في المنطقة العربية مزيد من التمدد، أم أن الآن بات الشارع العربي محصنا أكثر من هذه القوة؟ الشارع العربي هو يملك ربما قوة التعبير لكن لا يملك آليات قوة، لا يملك آليات القوة. ثانيا
نحن يعني تحدثنا عن القوة الناعمة الإيرانية، لابد أن نتحدث عن شيء مهم هو الاتفاق النووي الإيراني. من درس يعني أسرار هذا الاتفاق؟ أنا أقول لك الاتفاق النووي الإيراني هو الآن هو من يساهم في تجديد صفقة القرن. الاتفاق النووي الإيراني هو إعادة تقاسم نفوذ الأمريكي الإسرائيلي الإيراني في المنطقة، وخروج العرب من يعني خروج العرب من خريطة التوازنات السياسية. الاتفاق النووي الإيراني هو وجود قوة إيرانية وقوة إسرائيلية ونفوذ أمريكي وغياب كل للعرب، وعلى العرب أن يستفيقوا وأن يعيدوا قراءتهم للواقع السياسي ولمستقبلهم، أن يوجدوا مشروع مقاوم حقيقي، مشروع ثقافي ومشروع سياسي، وحتى يعني بذل وجود مقاومة مسلحة في الشارع العربي. الثورة السورية لابد من إنجاحها، لأن نجاح الثورة السورية هو سقوط كلي وسقوط مدوي للمشروع الإيراني. المشروع الإيراني سيقبر يوم أن يسقط نظام دمشق، ولذلك تتتالى مؤتمرات جنيف والأستانة وغيرها لتفريغ وتمييع القضية السورية. أنا أقول لك القضية السورية هي قضية مركزية، ونجاح الربيع العربي هو بنجاح الثورة السورية، ولا نجاح لأي ربيع عربي ولا قيام لأي دول ديكتاتورية بدون نجاح الثورة السورية. أشكرك شكرا جزيلا، أدركنا الوقت معذرتان. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ عمر عادل الكاتب الصحفي، والسيدة عايدة بن عمر الكاتبة والناشطة السياسية، وعبر سكايب من عمان الأستاذ أسامة شحادة الباحث في شؤون الفرق والجماعات الإسلامية، على أن الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.